مرحبا بكم متتبعي أخبار كورونا في الجزائر. إذا نبدأ بالجزائر عموما ثم نفصل في الولايات بولاية. إذا اليوم 64 حالة جديدة ليرتفع العدد إلى 825، أما الوفاة 19 وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 275 في الجزائر عموما. أما حالة الشفاء 405 في انتظار الجديد. الآن الولايات بالتفصيل: البليدة 538 حالة، الجزائر العاصمة 328، وهران 105، سطيف 87، بجاية 77، تيبازا 57، سيدي بوزو 49، عين دفلة 41، تلمسان 39، برج بعرير 37، قسنطينة 36. في الأخير نتمنى لكم الشراكة وإلزام بيوتكم بسلامتكم وشكرا.